واحدة من الحاجات المهمة قوي اللي بتفرق لي في الـ Discrete Fourier Transformation عن الـ Discrete Time Fourier Transformation على الـ Continuous Time Fourier Transformations هي الجزء بتاع Convolution. Convolution احنا شفناه قبل كده في الـ Discrete Time Fourier Transformation، وفي الـ Fourier Transformation كنا بنسميه Linear Convolution. اوكي، اللينير كونفوليوشن دوت كنا بنحسبه، لو احنا فاكرين، لو احنا عندنا تو تايم دومين سيجنالز كنا بنحسبه ان احنا بناخد التو سيجنالز اللي بنعملهم كونفوليوشن، ونفليب واحده فيهم، نعمل ريفلكشن واحده فيهم، ونبتدي نحركها عند ديفرنت بوينتس علشان نحسب الايه، نحسب القيمه بتاعتها في التايم دومين بتساوي كام، او كنا بنستعمل المالتيبليكيشن في الفريكوانسي دومين عشان نحسبها مباشره بطريقه ماتش مور افيشنت. بنستعمل طبعا فيها كونفوليوشن بروبرتي بتاعت الفوري ترانسفورميشن. اوكي، طبعا احنا عندنا هنا في الديسكريت فوريير ترانسفورميشن عندنا مشكله اساسيه، ان احنا دلوقتي عملنا حاجه في السيجنال، الحاجه دي ما كانتش موجوده قبل كده في الكيسز اللي قبل كده. الحاجات اللي كانت موجوده عندنا في الكيسز اللي قبل كده هنا كان السيجنال بتاعتنا ما كانتش بيريودك. اوكي، كانت ايه بيريودك؟ ايه بيريودك؟ معناها نعمل ماينس انفينيتي انفينيتي، وبيسكلي ما عنديش يعني الاسامبشن بتاعي بتاع السيجنال بتاعتي، لو هي حتى لها فاينايت سبورت، كان اسامبشن ان هي حواليها زيروز من جميع الاتجاهات. اوكي، ما كانش اسامبشن ان في جنبيها بيريودك اكستنشن منها. فالمشكله عندنا البيريودستي اسامبشن دي، لو انا عندي فرضا بعمل كونفوليوشن بسيط جدا بين مثلا سيكونس مثلا عباره عن اربع نقط وسيكونس تاني خمس نقط مثلا يعني. اوكي، ده مفروض لو احنا كنا فاكرين قبل كده لما بكونفولف اربع نقط مع خمس نقط بيطلع لي مثلا سيكونس طوله مثلا تسع نقط. اوكي، المشكله في الدي اف تي ان هو بيأسيوم ان الاربع نقط دي لها بريودك اكستنشن. اوكي، بريودك اكستنشن معناها ان بعد الاربع نقط دول، لو انا اخدت الاربع نقط زي ما هم كده، هي بالظبط عباره عن بيريود اوفر بريودك سيجنال. فمعنى كده لما اجي احسب الكونفوليوشن بالطريقه المعتاده بقى اللي هي جرافيكال ميثود في التايم دومين، هلاقي ان انا بيسكلي شايف في عندي سيجنال في كل الاماكن، قبل السيجنال بتاعتي وبعد السيجنال بتاعتي شايف نفس الحاجه، مش شايف زيروز خالص. اوكي، يعني بيسكلي بعتبر ان انا عندي في بيريودك اكستنشن من السيجنال، فكده كده في كل الاحوال لما باجي بفليب او باجي بريفلكت السيجنال الثانيه واضربها فيها، بلاقي ان دايما بيحصل ان السيجنال بتاعتي بيبقى لها قيمه عمرها ما توصل صفر ابدا. فبعد كده بتحسب لي حاجه مختلفه عن الحساب اللي انا كنت متعود عليه في اللينير كونفوليوشن. الحاجه اللي انا بحسبها اكشوالي بيسكلي اللي فيها سيجنال اوتسايد الاند بوينتس بتاعتي از نوت زيرو. اوكي، بتبقى بيريودك اكستنشن من الاند بوينتس الاصليين بتوعي. اوكي، بنسميها سيركلر كونفوليوشن. سيركلر كونفوليوشن معناها ان انا دلوقتي السيجنال بتاعتي اكنها مرسومه على دايره. كويس، وانا لما باخد قبل الدايره دي او بعديها، قبل بدايتها او بعد نهايتها، باخد نفس القيم اللي موجوده في الدايره تاني. اوكي، فبحسب قيمه مختلفه، بحسب حاجه مختلفه غير اللينير كونفوليوشن اللي انا عايزه. فالفكره دلوقتي بقى، احنا دلوقتي دايما بنحتاج لينير كونفوليوشن. سيركل كونفوليوشن بالنسبه لنا مش مفيد. احنا لما نكون بنتكلم على كونفوليوشن عشان مثلا نحسب الاوتبوت بتاع لينير تايم انفاريانت سيستم، احنا اكشوالي مش محتاجين السيركل كونفوليوشن ده خالص. انا مش عايز اسيوم ان انا عندي بيريودك سيجنال في الانبوت وبيريودك سيجنال في الاوتبوت. اوكي، فانا دلوقتي اللي عايز اعمله ان انا اخد الدي اف تي واحاول ان اخلي السيركلر كونفوليوشن اللي بيطلع منه يبقى ايكويفالنت لينير كونفوليوشن. اوكي، فهنشوف الكلام ده بيتعمل ازاي. لو انا عندي اكس اوف ان واتش اوف ان، اللينث بتاعهم ام اند كي. اوكي، لو انا مش بتكلم بقى على ان انا هحسبها بالفوري ترانسفورميشن خالص، الاوتبوت بتاع الكونفوليوشن بتاعي هيبقى في الرينج، او هيبقى عدد النقط بتاعته ام بلس كي ماينس 1. اوكي، لو احنا فكرنا كده ان احنا بناخد واحده فيهم وبنعمل لها ريفلكشن ونقعد نشوف الاوفرلاب بين تو سيجنالز، هلاقي ان اقصى حاجه ممكن ان انا اوصل لها تبقى فيها اوفرلاب هيبقى ام بلس كي ماينس 1. اوكي، فبيسكلي كنا بنعمل يعني لو احنا عايزين بقى نحسب اللينير كونفوليوشن بتاعهم، اوكي، هن compute the DFTs of x of k اللي هو x of k و h of k of length l أكبر من أو تساوي n دي. يعني معنى إيه؟ معنى إن إحنا هناخد كل واحدة من النقط دي، كل واحدة من ال x of n و h of n، هعمل لها zero padding ل length يبقى أكبر من الطول اللي أنا متوقع إن يطلع لي convolution فيه. أوكي؟ وبعد كده بعد ما حسبت لهم ال DFT بتاعهم أو ال FFT بتاعهم، أوكي؟ بضرب بقى الايه التو دي اف تيز دول، وبعد كده بعمل انفرس ايه دي اف تي. يعني الفرق الاساسي اللي انا بعمله هنا علشان
اطلع اللينير كونفوليوشن من السيركل كونفوليوشن ان انا بعمل زيرو بادنج لعدد نقط كبير كفايه ان هو يبقى اطول من الطول بتاع الايه بتاع الكونفوليوشن اللي انا متوقعه. لما انا بعمل كده يبقى معنى كده لما ريفلكت واحرك التو سيكونسز ريليتيف لبعض هلاقي ان في عندي الزيروز اللي انا حطيتها دي هتبان لي فتحسب لي بالظبط او تحط لي الاند بتاع الايه بتاع الكونفوليوشن بتاعي ويفرقها عن الجزء اللي كان فيه البيريودك اكستنشنز. اوكي فمعنى كده البيريودك اكستنشنز مش هتاثر معايا. خلينا نبص على الكلام ده تاني كده. احنا هنكمبيوت دي اف تي بس بعد ما اعمل زيرو بادنج لعدد اكبر من ان ده. اوكي نضرب ال 2 دي اف تيز وبعد كده نحسب انفرس دي اف تي نشوف الكلام ده عملي بقى. ده برضو الكود بتاعنا. اوكي وانا هنا في الكود ده هجرب حاجتين. هجرب ان احسب السيركل كونفوليوشن بكام يعني مش هعمل بريك او زيرو بادنج خالص وهعمل زيرو بادنج وهنشوف الفرق بين الاثنين عامل ازاي. اول حاجه يعني هعتبر السيكونس الاولاني بتاعي شكله عامل كده عباره عن اربع وحايد والباقي كله صفار. السيكونس الثاني عباره عن وحايد يعني يعتبر يعني اكني بعمل يو اوف تي مثلا او يعني مش يو اوف تي عندي بالس عباره عن شكلها عامل كده عباره عن 16 واحد يعني اربع وحايد مع 16 واحد. اوكي لو انا حسبت بقى الحاجه المظبوطه كويس المفروض انها تطلع لي حاجه شبه كده لان انا بفتكر كده كنت باخد ده واعمل له ريفلكشن وابتدي بقى احركه واحده واحده كده فيبقى في عندي اوفرلاب 0 وبعد كده اوفرلاب 1 و2 و3 و4 وانس ان بقى في عندي 4 يبقى معنى كده يطلع كله زي بعضه لغايه لما اوصل لغايه الاخر وبعد كده يبتدي يقل بقى يبقى في 3 وبعد كده 2 وبعد كده 1 وبعد كده 0 فيطلع لي حاجه شكلها عامل كده. فده الشكل المظبوط. لو انا عملت سيركل كونفوليوشن بقى يعني حسبت الفوري ترانسفورميشن بتاع ده دي اف تي بتاع ده وضربته في الدي اف تي بتاع ده زي ما هم كده هيطلع لي النتيجه بتاعت السيركل كونفوليوشن شكلها عامل كده شكلها حاجه غلط خالص حاجه غير اللي انا كنت عايزها خالص يعني اكيد دي شكلها مختلف عن الحاجه الصح دي. انما لو انا خدت نفس الحاجه هي هي وعملت لها بادنج بان تبقى اكبر من الدي زائد دي زائد واحد اوكي تبقى اكبر منها يبقى معنى كده ايه معنى كده انا ساعتها فعلا هيطلع لي حاجه تبقى مور اور ليس شكل الحاجه المظبوطه اللي انا كان المفروض اطلعها. طبعا انا عندي الطول بتاعي هنا ده طوله 16 يعني في عندك 16 واحد وده طوله 4 4 معنى كده ايه الطول بتاعي بتاع السيكونس بتاع اللي هو بتاع الكونفوليوشن النتيجه بتاعت الكونفوليوشن بتاعتي 16 زائد 4 زائد 1 يعني كام يعني 21. لو انا خدت 32 خدت ان بتساوي 32 يبقى بالتاكيد اكبر. اوكي فنلاقي فعلا ده اللي حصل لنا. اوكي لان احنا فعلا احنا خدنا طلع لنا فعلا سيركل كونفوليوشن بشكل مظبوط. فهنا انا عملت سيركل كونفوليوشن يعني خدت الدي اف تي بتاع ده زي ما هو والدي اف تي بتاع ده زي ما هو وضربتهم في بعض وحسبتهم الانفرس طلع لي ده سيركل كونفوليوشن. لو انا خدت ده بادد بزيروز لغايه 32 وده بادد بزيروز لغايه 32 وخدت لهم الدي اف تي الاثنين وضربتهم في بعض وحسبتهم الانفرس يطلع لي سيركل كونفوليوشن هو المظبوط. اوكي اللي هو اللينير كونفوليوشن المظبوط اللي هو ايه موجود عندي في الرسمه الاخرانيه ده. اوكي فنبص على الكود ده برده ونجربه لان فعلا ساعات كتير قوي لما الواحد يجرب حاجه بايديه يقدر يفهم الحاجه دي اكتر شويه. ده جزء مهم قوي لان احنا لينير كونفوليوشن حاجه مهمه جدا ولازم نعرف ازاي ان احنا نقدر نحسبها بالدي اف تي.